بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا ثبت أقدامنا فيما تحب وترضى ولا تجعلنا نخشى أعداءك مهما كان جورهم وسلطانهم وقوة قواتهم وكثرة عددهم. فأتي وقال كلا فاذهب بآياتنا إن معكم مستمعون. فأتي يا فرعون امشيوا له وادخلوا عليه الباب. فأتنا هذا اللي يلزم يكون في المسلم يوصل الرسالة وما يهمه على أي جنب يكون مصرعه. هو اللي عندك مش توصل بل وبل وما تخمن عليه يشكرهم هم وما تحت المولى ما لا يذلهم ربي ويعاونك عليهم باش تكون اما شهيد وتلتحق بالشهداء ونعم المقام هذاك ولا تكون منتصر. خطر فهاش حكايه عدد. ربي يقول على لسان بعض من بني اسرائيل كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره. وقال وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. فاتي يا فرعون فقولا لا فقولا ان رسول رب العالمين. الرسالة من بلغت بلفظ رسول رب العالمين مش رسولا. مش تعرفوا البلاغة القرآنية وهذا تحدي ما بيقبل. قال ألم ربك أو هنا بدأ عاد فرعون مش يحقق أماله مش يمن على سيدنا موسى عليه السلام. يا ما لمن لبابا ربي كاد له أن يربى سيدنا موسى عليه السلام. وفرعون كان مصمم باش يقتل كل ذكر من بني إسرائيل. فربي وراه اللي يقدر على كل ما يريد كما ترامب تو في باله سيطرته على العالم كما يسوي زينا وإبليس باله دائما. وذاك علاش يسعى باش ينجح في الانتخابات التالية وهذا مجر في باله من الخالدين ومن الملك للكون بتمامه وكماله يتصرف فيه كما يشاء شيطان وهو شيطان مع شيطان. والكلب النات البلا بكيتا نفس الشيء شيطان مع شيطان يهديان والعياذ بالله. وكيف يفيقوا يقصبح قال لك السكرة كملت تاو بديت مش تاكل على راسك مش يرى فضايح ومحاكمات وسجون وربما نهايات لا غير متوقعة كوارث بالنسبة لهم. ومن مات قامت قيامته ويلقى روحه يوم القيامة يبعد من قبره رغم أنه ما عادش هو يأمر ويطاع بل هنا يأمر ربي ويطيعون الله رغم أنوفهم ويمثلون في الحشر ويمثلون على الصراط ويمثلون لأخذ كتبهم ويمثلون ليناقشهم الله الحساب. وبعد بفرد وبئس المكان الذي سينزلون فيه وبئس المنزل أي جهنم وبئس المصير. والسلام على أهل السلام.